السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعين قناة أثاث الثقة. خوتنا كل يوم لي شومبر جدد، يوميا تشوفوا معنا دي شومبر في جديد. هاي لكم خوتي لا شومبر كوشي موديل نوازيت، كما شفتوا معنا خوتنا لا شومبر كوشي موديل 4 دي بلس اللي تشبه لا شومبر كوشي نوازيت، ولكن هذه يا خوتي راهي بتصميم وحده وبتصميم بلوس سامبل على 4 دي بلس. هكذا خوتنا، هاي لكم خوتنا لا شومبر كوشي موديل نوازيت، فيها اربع ابواب منزلقه 4 بورت كوليسونت. القياس تاعها خوتنا من الفوق للفوق 2.55 متر، ومن تحت للتحت فيها 2.40 متر. خوتي راهي جايه ستيل في كيما راكم تلاحظوا فيها. هاي لكم لاروار تاعها، شوفوا لو تاعها شحال هايل، شوفوا هنايا لو بوا خوتي راهو يبان طري طري بيان. بيبان تاع الوسط فيهم هذا لي موتيف لهنايا بلانسيزيون، وعلى اليسار ثاني عندكم هذا الزجاج هنا في لا كولور نوار بالبوا. خوتنا خدمتها بزاف هايله هاد لا شومبر كوشي، ولاحظوا معايا طري بيان لو با تاعها اللي يشعل باللاد كما راكم تشوفوا فيه على اليمين، ولا نبداو على اليسار. على اليسار واش عندكم؟ على اليسار خوتنا عندكم طرواز ايطاجير اللي واسعين الله يبارك، ميم لو با تاعها خوتنا يرفد ما شاء الله. وحاجه كي العاده عند اثاث الثقه تصيبوا الصحه، تصيبوا لا سوليديتي، تصيبوا ميم لا فينيسيون. متابعينا الاوفياء شوفوا لو بواروج كيفاش يدفينا في القليعه خاوتنا. دوكا شوفوا الجهه اليمين تاعها، على اليمين واش عندكم؟ ثاني تروازي طاجير بلس لو با يولوا اربع طبقات ترفد ما شاء الله. دوكا شوفوا الوسط، الوسط انا عجبتني بزاف القسمه تاعها تاع الوسط خاوتي، يا صراحه عجبتني في القسمة تاع الوسط تاعها، والراية تاعها ثاني خاوتنا لحد الآن مازال ما سمعناهاش. الراية تاعها سيلونسيوز. واش عندكم؟ في الوسط عندكم إيطاجير كبيرة، عندكم لهنا هذا الجهة نقدروا نقولوا بلي عندنا طرواز إيطاجير بلو با أربع طبقات، وعندكم أيضا هذا لو تيروار اللي راهو هنايا بالراية كليسونت، وعندكم ثاني يا خاوتي هذا لاترين. الخدمة هايلة بزاف ما شاء الله. نواصلوا خاوتنا متابعينا الاوفياء، بعد ما شفنا الارموار تاعها خاوتنا ما تنساوش الاعجاب خاوتي، درك نروحوا للسرير تاعها. لاكوافيز انا جاي ليها على بالنا بلي تهمكم بزاف لاكوافيز، وخدمتها راهي هايله بلا ما نهضروا عليها، ولكن نبداو بلولي. هكذا نروحوا بانتظام. هاو لكم السرير تاعها اللي فيه 1.60 متر على 1.90 متر، ونزيدو هاد لي 40 سنتيمتر تاع هاد لو بتي دوسي لي دوك نهضرو عليه. نبداو بلا تيت دو لي. لا تيت دو لي خاوتي لونكادرومون تاعها كامل راه اون بواروج بالخشب الاحمر، تفضلوا خاوتي. مخدومه لهنا ستيل 45، فيها ستيل 3 شابو، وشوفوا لو بتي دوسي تاعها خاوتنا، بتي دوسي كوفري هذا، ومي تفتحش لهذا لو سونس، يتفتح لهذا لو سونس كابيتوني كيما راكم تشوفوا فيه واسع ما شاء الله. نروحوا بك خاوتنا لي طاب دو نوي، سرير هايل، السرير ما عندنا ما نهضروا فيه، حاجه ما شاء الله كابيتوني كاع لي كاع لا تيت دو لي ولو بتي دوسي ثاني. بعد ما شفنا لو لي تاعها خاوتنا نروحوا نشوفوا لي طاب دو نوي خاوتي، سرير هايل بزاف. هاهم ليكم لي طاب دو نوي تاعها اللي مخدومين على شكل حرف في خاوتي. هذا شومبر كوشي موديل نوازيت اللي بزاف هايله خاوتنا كيما راكم تلاحظوا فيها. شوفوا لي طاب دو نوي اللوح يبان، وزيد زيد بالرايه كليسون. شوفوا خاوتنا الرايه تتفتح بكل سهوله ما شاء الله ما شاء الله، صناعه بلادنا بالخشب الاحمر، تربحوا الصحه وتربحوا ايضا لا فينيسيون. دوكا نروحوا خاوتي وين؟ نروحوا لاكوافيز، الاهم مكان بالنسبه للمراه الجزائريه. لاكوافيز تاع هذا شومبر كوشي خاوتنا هايله بزاف، فيها ثلاث قاعدات زجاجيه خاوتنا، نقرب لكم باش تشوفوا احسن. وفيها خاوتنا ثاني ثلاث مرايات لهنايا، وجايه ثاني في لوجيك. علاش؟ باش المراه كتريح في البوف تاعها تقابلها ديريكتومون المرايه، ما تجيهاش عاليه بزاف. وعندكم فيها مع اليمين دو تيروار، وعلى اليسار فيها ان سول تيروار بليس هذا لو تيروار كبير التحت خاوتنا. هذا شومبر كوشي موديل نوازيت، السعر تاعها هو 15 مليون و800،
15,800,000 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه، والمتابعين الاوفياء تاعنا نساعدوهم، ماشي كاع مشكل خاوتنا، ما كاش حاجه تغلى عليكم باذن الله. رانا هنا خاوتنا، ما تنساوش الاعجاب والنشر والاشتراك، والارقام خاوتنا راهي في كامل، راهي كامل عفوا في اول تعليق مثبت. وما ننساوش خاوتنا لو باك بروموسيون اللي فيه 100 ميكو فريمات لا دي 30 بورتمونتو بوف زوج مخايد ومسند بسعر 83.5 برك. وعندكم ثاني خاوتنا لو باك دي 25 اللي فيه 100 ميكو فريمات لا دي 25 بورتمونتو بوف زوج مخايد ومسند بسعر 83 برك. هذا لي باك خاوتنا راهم لافير تاع لافير باش تدوا لا شومبرا كلشي تاعكم كامله مكموله. نشكركم خاوتنا على متابعه هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.